السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة about how to acquire evidence-based response. الميتا سيرش، ميتا سيرش إيش معناها؟ To facilitate the search of multiple internet sources, meta search is useful. يعني إحنا عندنا أكثر من source في الإنترنت، فأحيانا أنت limited to one source، فإذا تبغى تحصل على الـ database من different sources تستخدم ميتا سيرش. ميتا سيرش تولز لونش سنجل كويري اكروس، تاخذ الكويري حقك وتبعثه الى مجموعه من ويب بيست هيلث سايتس وترجع لك الاجابه، يرجع لك وان كويري ريتيرنز ميرجد اند اوفن رانكد تو ليست اوف هيتس الاوينج ذا يوزر تو سيرش سيفرال داتا بيز ات وانس. هذا اللي احنا قلنا، تاخذ تبحث لك في اماكن ثانيه وتجي لك، فعندك تريب داتا بيز هذه من الـ best user as meta search engines. Assessing the validity، قلنا احنا عندنا two validities، internal validity و external validity. Internal validity كيف الدراسة أجريت وكيف طبقت خطوة بخطوة. External validity هل هي المعلومات هذه تنطبق على population حقتنا، نقدر نعممها أو ما نقدر. طبعا to ensure validity the conduct of a trial should minimize systematic bias. نبغى نتفادى التحيز الممنهج وليس العشوائي، قد يحصل random error لكن المصيبة في systematic bias. Okay, minimize systematic bias and random error as much as possible. Provide results that are as accurate and close to the truth as possible. فعنا احنا اربع مصادر للبايز: selection bias, performance bias, attrition bias and detection bias. Selection bias هو عند الاختيار الأشخاص الداخلين في التجارة في التجربة، البرفورمانس عند التحيز في أدائهم، attrition لما يخرجوا ناس من التجربة أو يتركوها، وdetection عند كشف البيانات أو النتائج. البايس كان result in an overestimation or underestimation. مو دائما البايس يعطيك underestimation، بس أحيانا يفخم لك تأثير دواء وهو في الحقيقة ما هو كذا. To minimize the selection bias، دائما عشان نتخلص من selection bias اللي هو عند الانتقاء، عشان كده نسوي randomization. فإذا for to minimize the selection bias we go for randomization أو التوزيع العشوائي في التجربة. Performance bias إنه والله هذا المريض تحسن هذا ما تحسن، فعشان كده نسوي double blinding عشان الطبيب ما يكون عارف إنه هذا المريض إيش يأخذ وينوهم إيش تحسن ولا كيف أداؤه بالنسبة للعلاج، فعشان كده double blinding to avoid performance bias. عاد نيجي للثالث type of bias اللي هو detection bias اللي هو بيد الإحصائي، فthat's why إحنا we blind الإحصائي عشان ما يقعد يتلاعب في النتائج. عندنا الاتريشن بايز. الاتريشن بايز اللي هو الناس اللي كانوا في التجربة قلنا ودخل أو طلعوا منها for reason إحنا ما نعرفه، فدائما for any experiment to avoid attrition bias you have to conduct intention to treat analysis. قلنا منها اللي absolute risk reduction، إن واحد تقسيم risk absolute risk reduction يطلع لنا intention to treat analysis، وهذه to minimize attrition bias. Understanding network meta analysis. هنسمع في شيء اسمه network meta analysis. What do we mean by network meta analysis؟ مثل ما قلنا meta analysis هي quantitatively combines randomized control trial. مو بس randomized control trial، يعني meta analysis تعمل تدمج مجموعة من الدراسات بس لازم تكون نفس الصنف. يعني randomized control trial خاص كلهم randomized control trial. Cohort studies كلهم cohort studies. Meta analysis كلهم meta analysis. في meta analysis meta analysis كمان. تدمج كلها to obtain an overall estimate of the magnitude of the intervention effect، نعرف ال benefit وال harm، إنه هذا الدواء مفيد ولا أفود من الدواء الآخر وإلى آخره. في عندنا دائما أحسن أنواع الدراسات اللي head to head comparison أو head to head randomized control trial. يعني سوي randomized control trial قارن drug A مع randomized control trial قارن drug B، هذا أحسن شيء. لكن إذا ما لقيناها ولأنها غالية فلازم ندور على شيء بديل كذا، فايش ندور عليه؟ mixed treatment comparison. هذه اكيد كلنا حنفهمها وحنعرفها وحنذكر كيف يعني، كيف يعني mixed treatment comparison. الحين لما اجي اقول عندنا drug A يكافئ drug B ودrug B يكافئ drug C، اذا drug A يكافئ drug C، هذا اسمه mixed treatment comparison. او drug A يكافئ drug B ودrug A يكافئ drug C، إذا drug B يكافئ drug C وهكذا. فحنلاقي لها أنواع، هذا الميتا أناليسيس. هنا
يسموها الانكورد اندايركت تريتمنت، هذا هو لو تشوفوا كذا واضحة أكثر. A يكافئ B و A يكافئ C، إذا B يكافئ C. نفس الشيء هنا، A يكافئ B، A يكافئ C، B يكافئ C، إذا نستطيع أن نقول C يكافئ A، B يكافئ A، يعني بهذه الطريقة. Consider the clinical value of the beneficial outcome reported. Are the outcome demonstrating improvement important to the patient? A drug therapy that improves left ventricular ejection fraction is surrogate endpoint. مثل ما قلنا surrogate endpoint اللي هو نقدر احنا نقيسها، اللي هي الفحوصات المعملية نقدر نقيسها. Does not have the same clinical value as the drug is shown to decrease mortality or improve functional status. Primary endpoint is in an individual with heart failure. يعني احيانا نلاقي، مثلا اقول لكم مثال، نلاقي كثير جدا من الادويه الستاتنز يقول لك اوه تلورز ال دي ال، لورز ال دي ال، ومع ذلك مرضى ياخذوها يصير عندهم ديث. فمو معناته دائما انك انت تعتمد على السرجيت اند بوينت، لازم تعتمد على البرايمري اند بوينت. السرجيت اند بوينت عشان تقدر يعني تاخذ فكره كيف الريزلت حتوصل في از لور اند بوينت. اوكي، النمبر نيدد تو تريت، نمبر نيدد تو هارم، هذه ذكرناها انه هو كم عدد المرضى اللي انا محتاج اعالجهم عشان اشوف الافكت في شخص واحد. كل ما قال النمبر نيدد تو تريت كل ما كان افضل، يعني كل ما احتجت اني ادفع مثلا سعر دواء يعالج اربع اشخاص عشان طيب منهم واحد، احسن من ما ادفع دواء سعر دواء يعالج 10 اشخاص عشان طيب منهم واحد. ونفس الشيء بالنسبه نمبر نيدد تو هارم، كل ما احتجت اني استخدم دواء لعشر اشخاص عشان يظهر الاثر العكسي في واحد، افضل من ما استخدم الدواء مع شخصين يظهر الاثر العكسي في واحد، فمعناته الاثر العكسي اقل احتماليه حدوث، لذلك يظهر في لما تزيد العدد. Number needed to treat, number needed to harm. Describe the number of patients who needs to be treated and for how long to achieve one favorable or harmful outcome respectively. ايش هو relative risk reduction؟ relative risk reduction هما misleading. لما تلاقي مندوب شركة يقول لك relative risk reduction، عندنا اقول له لا انا ما ابغى relative risk reduction، ابغى absolute risk reduction او number needed to treat عشان اعرف الافكاسي حق your medication. لانه ممكن يقول لك relative risk reduction عندنا 50%. طيب ال 50% هذه ما تعني؟ تعني انه احيانا 0.2% of the patient in placebo group died compared to 0.1 on the active group، يعني هي فقط 0.1 difference بينهم. لكن لما يجي يقول لك احيانا انا ان كونتراست 50% risk reduction might reflect much more، لما تيجي مثلا تقول عندي 50% من البيشنت على البلاسيبو جروب died versus 25 patients on the intervention group، معناته انت لما اعطيت الدواء يصير 25%، فهنا تفرق لما يكون 0.1%، مع وفي الحالتين هذه 50% risk reduction. So that's why we don't like relative risk reduction. Relative risk is the same for both examples, but the magnitude of the impact of intervention is drastically different. The information provided by relative risk reduction is incomplete because it does not take into account the baseline. هذه هي المشكلة. البي فاليو، قلنا ايش هي البي فاليو؟ هي تعتبر significant لما تكون below 0.05، يعني انا مسموح لي فقط 5 patients اللي ما يتأثروا بعلاجي من بين 100، other than this معناته علاجي ما هو effective. كل ما قل عدد البيشنتس اللي ما يتأثروا كل ما كان احسن بالنسبة لي، يعني كل ما كانت البي فاليو اقل كل ما كان افضل، يعني بي فاليو 0.05 الافضل منها بي فاليو 0.01. Applying the results, several patient-specific factors must be considered in the final analysis. أنا الحين أبغى أطبق results حق السؤال اللي دورت عليه. فI have إني أقارن patients اللي في الstudy مع patients اللي أنا عندي عشان أعرف. يعني أنا عندي patients في الstudy ما عندهم the similar disease، ما عندهم the similar prognostic factor. إذا ما أقدر أطبق results حق الدراسة. خلينا نقول example. مثلاً يقول لك the result of a trial assessing mortality benefit of simvastatin in dyslipidemic men with known
coronary artery disease would not likely apply to dyslipidemic women with no other coronary risk factors, right? لأنهم ما هم نفس population. Consider the patient value, beliefs, concern and readiness for the intervention. مثل ما قلنا لازم نتأكد أن المريض ما عنده شيء ديني يمنع استخدام الدواء، يحب يستخدم الإبر بس مو الحين، ما يبغى يستخدم إبر، هذا الشيء لازم تكون في اعتباري. In addition, healthcare delivery characteristic, cost and accessibility must be factored in. يعني مثلا أنا عندي مرضى في عندكم في مثلا أبها ويبغوا يستخدموا إنسولين بن، فأجي أرسلهم للرياض إنسولين بن، البن هذا إذا انقطع عنه ما عاد يقدر يستخدم، فيقولك لا يا أخي اصرف لي إنسولين فايل، هذا موجود عندي في أبها، أقدر كل ما خلص روح أجيب، ما قاعد أستنى البن حقكم. فلازم أحسب الأكسسبيليتي والكوست في بالي. Keeping up to date by using evidence-based medicine. أول شيء recognize information need، لازم نعرف إيش information إحنا نبغى نبحث عنها. Okay, the areas of one's practice. Identify literature relevant to the clinical practice. أدور على المقالات اللي تنفع أو تناسب الكلينيكال براكتس، مو أروح أشطح أدور شيء ثاني. بعدين أبدأ أنتقد هذه المقالات بدقة عشان أعرف هل هي المقال طريقة عمله مضبوطة، الميثودولوجي، الكونتنت، الانكلوجن، اكسكلوجن، الدسكشن، الليتشر ريفيو، كل هذه الأشياء. And advise a mechanism to implement new evidence in daily practice. أنت مثلا خلاص عرفت الـ evidence, you start to advise them, let's start educating the patient first, telling them what's the advantage of this, بعدين we start including this in مثلا certain population of the patient, بعدين we distribute it to the others. Evidence-based medicine approach. First, the clinician must recognize the area of important in his or her practice. مثل ما قلنا يعني مثلا أنت internal medicine, cardiology, nuclear medicine, whatever, you have to define the area of your importance. بعدين scan literature اللي تعني الاريا اللي انت you defined already. بعدين critically appraise literature when addressing therapeutic efficacy. اذا تبغى تدور على efficacy دور على randomized control trial لانها gold standard في هذا الموضوع. Okay. And finally integrate new finding in one's daily practice. خلاص لقينا practice sorry. احنا لقينا findings هذه perfect finding. Is it applicable to our population? ممتاز، إذا لازم أبدأ أطبقها. دائما أصعب شيء عندنا إنه التطبيق حق الهيلث كير بروفايدر، تقنعهم كل شيء بس تعال طبق، يقول لك المريض بيقعد يعارضني وبغالي أقنعه، فهي دائما أكثر شيء تتعبنا. In conclusion, the needed skills for practicing evidence based may appear scary. ممكن نخاف أوه طبق evidence based وبيرفضون وبيقعدون يقولون عني متفلسفة إلى آخره، لكن once acquired أول ما تمتلك مهارة مناقشة الأطباء وإقناعهم بالevidence based medicine وقدرتك على انتقاد المقالات واستخلاص الoptimum therapeutic يعني option، خلاص they can help healthcare professionals to better use available resources and time by knowing how to focus search and be more critical in what reading and information integrate. انت لما تقعد تطبق كل يوم انا ابغى ابحث بطريقة اني اطلع المعلومات من PubMed، ما ابغى اروح في جوجل اي كلام، وشوي شوي حتلاقي نفسك صرت خبير في PubMed، صرت تطلع المعلومات اللي منتقاة علميا اللي مبحوث فيها كويس، وتصير بعد كده انت نقطة تدريب الاطباء كيف يستخدموها، نقطة تعليم الإفيدنس بيس ميديسن، وبذلك تغير البراكتس، تكون انت بداية تغيير البراكتس في مكانك في مستشفىك في منطقتك لفائدة المريض. يعني شوف الأجر العظيم اللي بتحصله من وراء كده. Using evidence-based principle enables يمكن practicing healthcare professionals to update their knowledge continuously. أنا لما أستخدم principles حقت evidence-based medicine كل يوم يطلع شيء حديث، أقدر كل يوم أطالع في PubMed، أقدر كل يوم أعرف إيش شيء جديد، فأنا I updated my information. يعطيكم العافية، خلصنا هذه المحاضرة وإن شاء الله بإذن الله ما تكون المحاضرات صعبة وتقيلة عليكم. اللي تحتاج أي سؤال ممكن تتواصلوا معي بالميل. حفظكم الرحمن وأهلا وسهلا بكم.